الو، ايوه يا سلمى، ايه في ايه؟ طب اهدي كده عشان اعرف افهم منك. اهدى ازاي بس يا عصام؟ بقولك محدش فينا يعرف عنها اي حاجة. ده بقى قاعد تحت هيتجنن من كتر القلق عليها. انا طلعت اكلمك من اوضتي عشان مش عارفة اعمل ايه. هقول اعمل ايه يا عصام؟ هتتصرف؟ هتتصرف ازاي؟ هرجوك يا عصام اعمل اي حاجة. انا مش هرتاح ولا اهدى لما اطمن عليها واعرف هي فين. لا، ما خدتش عربيتها معاها، خرجت من غيرها، خرجت وقالتش لأي حد لأي حاجة عنها. ما المصيبة إن مفيش حد فينا عارف يوصل لحد من أصحابها. حاضر يا عصام، حاضر، هحاول أهدى. بس أرجوك يا عصام لو عرفت أي حاجة كلمني وطمني عليها. حاضر يا عصام، كلمني أول بأول، بس متسيبنيش كده عشان خاطري. ماشي، هستنى تليفونك. مع السلامة. ازيك يا دادا؟ ازيك انت حبيبتي؟ خدي بالك من يوسف. ايه يا بابا؟ ايه الاخبار؟ وصلت لاي حاجه؟ اللي جابك بس يا بنتي بالولد دلوقتي؟ احنا لازم نطمن يا عمي. ها، ناويه تعمل ايه؟ والله ما انا عارف يا ابني، انا دماغي متلخبطه على الاخر. طب نكلم اي حد من صحابها، شله النادي، اي حد يعرفها، يمكن يوصلوا لاي حاجه. بس دي بقى لها فتره بعيده عنهم يا شهد. يعني ممكن تبقى راحت فعلا عند اي حد منهم، او على الاقل حد يعرف عنها اي حاجه. بقول لك ايه، انا ما عنديش حل غير عصام. انا كلمته وقال ان هو هيتصرف يا بابا. هيتصرف ده ايه؟ احنا كمان لازم نعمل حاجه. نشوف بس عصام هيعمل ايه الاول. اكلمه. مش هينفع التليفون، مش هينفع تليفون. يا عمر من فضلك. انا جاي مع حضرتك يا عم. يا ربي انت رحتي فين بس يا ماما؟ ربنا يستر يا حبيبتي. انا خايفه عليها قوي يا شهد. خير ان شاء الله، ربنا يستر. وبعدين معاكي بقى، انت هتسوقي الهبل على الشيطانه ولا ايه؟ هبل ايه؟ انا معرفش حاجه. انا اللي مش فاهم منك اي حاجه، وما تعيشيش دور المجنونه. لو سمحتي كنت عند الناس دول بتعملي ايه؟ ناس مين؟ انا معرفهمش، انا معرفش حد فيهم. الست دي كدابه يا باشا، واسمها فريده مش فرح، وهي اللي شايله الليله. انا معرفكيش، انتي كدابه. متعرفنيش انا؟ بذمتك متعرفنيش يا نصابه؟ بس انت وهي. بقولك ايه، انا ما عنديش دماغ لوجع القلب بتاعكو ده. انت ولا معاكي اثبات شخصيه، ولا عارف لك عنوان، ولا عارف انت مين، ولا جايه منين. مالكيش عندي غير حل واحد، عارفه ايه هو؟ احطك في التخشيبه لما يبان لك صاحب. صدقني صدقني، هو ده اللي انا عارفه. وبعدين معاكي بقى، بورسعيد ايه اللي كنت فيها واحنا جايبينك من البيت من عندها؟ هو ده اللي انا فاكره. انا كنت في الاحتفال بتاع شم النسيم في الشارع بتاعنا. بعد كده معرفش حصل ايه تاني. يا عصام يا ابني، وصلت الحاجة؟ انا عملت اتصالات ونشرة باوصافها واسمها، وهتتوزع على اماكن كتير. بس المشكلة ان ما عداش 24 ساعة لاختفائها. يا ابني انا مش عايز شوشرة، المهم نطمن عليها. طيب ما ندور في المستشفيات. طب هي ما قالتش اي حاجه قبل ما تخرج؟ ما هي لو قالت حاجه ما كناش بقينا كده. طب يا عمي علشان ما نضيعش وقت، في عصام من جهه واحنا من جهه تانية، وان شاء الله هنلاقيها. عندك حق يا حبيبي، احنا ندور في المستشفيات القريبه. ما احنا ممكن نعمل كل ده من هنا. لا يا حبيبي انا مش قادر استنى، لو وصلت لاي حاجه كلمني لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا يا اخي، يلا انت وين؟ ظلم ده لما انا ما عملتش حاجة، حرام عليكم، حرام عليكم، ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، حرام عليكم، انا ما عملتش حاجة. انا مش مرتاحة لك من ساعة ما شفت. انا ما عملتش حاجة. وشكلك ما ريحنيش، وباين عليكي مرشدة، وانت اللي بلاك علينا. انا ما عملتش حاجة. ده انت ليلتك صوت. ما
مفيش حاجة هنا. هيا يا شهد، لقيتي حاجة؟ يا جندة هي. طب افتحيها بسرعة. يا رب. لقيتي حاجة؟ ايه ده؟ كلها أرقام وحسابات غريبة أوي. شهد. ها؟ لقيت أجندة قديمة. طب افتحيها بسرعة. كلها أرقام بيوت وقديمة قوي. طب دوري على طنط العيلة، أكيد مكتوبة فيها طنط العيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة واحدة بالراحة ندور. معقولة يا شهد؟ معناش اسم ولا عنوان ولا رقم أي حد من أصحاب ماما؟ أنتِ عارفة ماما يا سلمى، محدش يعرف عنها أي حاجة. يعني يا ربي بعد ما خلاص قربت مننا يحصل لها كل ده. المهم إننا نلاقيها، مش مهم اي حاجة بعد كده. شهد تفتكري ماما تاهت ولا مشيت؟ في الحالتين لازم ندور عليها. لو تاهت يبقى تعبانة شوية وهترجع، انما لو مشيت يبقى هي مش عايزانا، مش ناوية ترجع تاني. مش يمكن اتخنقت شوية وحبت انها تبعد؟ وهي لحقت تقرب علشان تبعد؟ انا حاسة ان ماما زي ما تكون محبوطة. ماما في الفترة الأخيرة كانت بتتصرف زي الأطفال، شايفة كل اللي حواليها، مش فاهماهم، مش فاهمة ليه هما بيعملوا كده. زي ما تكون ملكة فقدت عرشها، كل اللي معها سابوها. فاكرة لما كانت بتزعق في البيت بصوت عالي؟ ما كانش حد فينا يقدر يفتح بقه، حتى بابا كان بيقفل على نفسه ويسيبها تعمل اي حاجة هي عايزاها. يا حبيبي ما كانش بيحب يزعلها. كلامها دلوقتي بقى همس وصوتها مش مسموع، جواها حاجات كتيرة قوي ولسانها متلجم عن الكلام. انت فين يا ماما؟ شهد انا خايفه على ماما قوي. ربنا يستر يا رب. مش وقت عياط يا سلمى، بكره لما تيجي ماما ان شاء الله نبقى نعيط في حضنها. يا رب مش هنلاقي اطفال منها. ارحم يا فندم، الستات قلبين الدنيا في التخشيبه. هي ليلة باينة من أولها، تعال ورايا. افتح يا ابني. افتح. ايه دي مالها؟ ما نعرفش يا باشا، فجأة كده طاحت فينا وراحت واقعة على الأرض. محدش كلمها. هي كده بتصطاع. اطلب لي يا ابني الإسعاف بسرعة. وإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ حد يفهمني. انا اول ما عرفت قلت لازم اجي اقف جنب ولاد اخويا. امال ايه؟ عصام قالت حاجه يا عمته؟ عصام ده عصام مكلم ناس كتير قوي قوي، اصل معارفه ياما، كل واحد فيهم عايز يقدم له خدمه، بس هو مساكت. اول ما كلمني جيت جري على ملا وشي عشان ابقى جنبيكم. ربنا يخليك يا عمته يا رب. اهدوا كده يا بنات، اهدوا، هتكون راحت مشوار كده ولا كده. كده ولا كده ايه بس؟ دي ماما بتخرجش من البيت، يا دوب بتروح النادي بس. حقا، ما احنا قلنا خلاص ربنا هداها. مش معقول يا عمته، ده مش وقت الكلام ده خالص. ايه في ايه؟ انا خايفه على اخويا، خايفه على ابوك اللي مش واخد على البهدله في الشوارع. يا سلام، يعني انت عايزاه يقعد وما يعرفش حاجه عنها؟ يا اختي ومالك محموها قوي كده؟ سبحان الله، ربنا يجيب العواقب سليمه يا اختي. انا استنوا بقى ما اكلم عمر اشوف ايه الاخبار. يا رب يبقى في حاجة كويسة يا رب. أيوة يا عمر. اتعرضت لضغط عصبي جديد عمل لها انهيار، فقدت قدرتها على التوازن، وزي ما انت شايف دخلت في حالة غيبوبة مؤقتة. ده ما حطهاش مانتا يا دكتور. لا 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 لا، ده طبيعي جدا، هي قدامها شوية عبال مفهوم من الحقنة اللي أخدتها، بعد كده مش هتبقى محتاجة أي حاجة غير الراحة. اتفضل سعد.
تقف يا ابني قدام الاوضه، واول ما تتكلم تبلغني او تبلغ الظابط النبطش اللي يبقى مكاني. شاكر جدا يا دكتور، ويا ريت لو في اي جديد تبلغني فورا. تحت امرك يا باشا. مش قادره استحمل، النهار طلع ولا حس ولا خبر، انا هنزل ادور عليها يا شهد. هو في ايه يا ولاد؟ تدوري عليها فين بس؟ ايه دي شويه، انا اعصابي مش مستحمله اللي انت بتعمليه ده. في اخبار جديده؟ نام انت يا عمته، ما تعذبيش نفسك اكتر من كده. انام؟ هو حد يعرف ينام دلوقتي؟ ما هو حضرتك نايمه من ساعه ما جيتي. ايه؟ غفلت وانا قاعده، حرام يعني ولا حرام؟ ساعه والمحلات هتفتح، نروح لمحل طنط ليلى يمكن يبقى عندها اي خبر. يعني انت عارفه طريق محل طنط ليلى يا شهد؟ تقريب بس ان شاء الله هنوصل. وسكت كل ده كنت هعمل ايه هاني في وسط الليل يا سلمى؟ يلا نروح لها بسرعه. يلا يا شهد. يا بنتي استهدي بالله، انت كل حاجه تقضيها قفش كده، محلات ايه اللي هتلاقيها فاتحه دلوقتي؟ هفضل واقفه قدام باب المحل لحد ما يفتح يا عمته. يلا يا شهد. يلا يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ عرفتوا حاجه؟ لا بلا خير ان شاء الله. خلي بالك من يوسف عشان خاطر. مش تكلمي جوزك الاول يا بنتي؟ مش وقته يا عمته، هنكلمه في السكه. يلا يلا. بس هعمله معروف لو عرفت. احنا قلنا فنجان قهوة واحد، ده الخامس، كده مش كتير. يا ابني عصام اتأخر قوي، معقول ما وصلش لحاجة لغاية دلوقتي؟ طيب نتصل بيه تاني. شيك لو سمحت، احنا نروح زمان نبطشيته خلص. الو، ايوه عزة. معلش انا مش هقدر اجي النهاردة. لا لا، عندي مشوار مهم. لو في حاجة يبقى كلمني. مع السلامة. قد كده عمي خايف عليها. ما خافش عليها ازاي يا ابني؟ مش مراتي، ده شيء طبيعي. ايوه عمي، بس حتى يعني بعد اللي حصل بينكوا. بقول لك يا عمر يا ابني، فريدة دي مش مراتي وبس، دي عشة عمر. ياما وقفت جنبي، ياما شافت معايا أيام صعبة. هي الإنسان الوحيد اللي حبيتها في حياتي، عمري ما بصيت لواحد غيرها حتى في أسوأ مراحل حياتنا. مش ده الطبيعي ولا إيه؟ الشارع الجانبي اللي هناك ده. يا عصام يا ابني، كنت لسه بكلمك لقيناها خلاص. فين يا ابني؟ جات لي اشاره بواحده فيها نفس اوصافها، وان شاء الله تطلع هي. ودي لقوها فين؟ هقول لحضرتك على كل حاجه واحنا في السكه. طيب نتصل بيهم في البيت نطمنهم الاول؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم نتاكد الاول. انت مش قلت نفس اوصافها؟ ايوه بس الاسم مختلف. اتفضلوا. هات كرسي يا ابن العصام بيه. لا ملوش لازم يا عمر بيه. طب شابو ايه؟ ولا حاجه يا سيدي، بس يا ريت نشوفها لو سمحت. الاشاره اللي جات لي امبارح فيها نفس اوصاف المدام المتغيبه، واحنا بصراحه عايزين نطمن. الحقيقه انا لسه مستلم النبطشيه دلوقتي، بس هجيب لكم الستات اللي جابوهم امبارح عشان تشوفوه. يا ريت. هات يا ابني الستات اللي جابوهم. حاضر يا فندم. استني استني، هو ده تعالي نسال الاول. يلا. ايوه هو. هاتيلي الشنطة من فوق. يلا 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 يلا.
الزهر امبارح. زهر؟ وفريده ايه اللي هيوديها زهر؟ بس دول ما فيهمش ولا واحده بالاوصاف اللي جات لها. ايوه يا فندم، في واحده اتحجزت امبارح في المستشفى. واسمها فريده كمان يا باشا. اسمها فريده؟ قعدت تهلفط كده بالكلام واستموتت فيها عشان يودوها المستشفى. خدوا ما يبني على الحجز. حاضر يا فندم. يلا يا جماعه. يلا يا ست الكويس. احنا ممكن نسأل المستشفى. لا لا مفيش داعي، قولنا بس من فضلك مستشفى ايه؟ مامتكم تعبانة قوي يا بنات، بقالها مدة ما تنامش من كتر الكوابيس والأحلام اللي بتشوفها. أنا من ساعة ما رجعت من السفر وأنا حاسة إنها اتبدلت خالص. بس حضرتك يا طنط قلت ممكن تكون راحت وما كملتيش راحت فين؟ قصدي ممكن يعني تكون راحت للدكتور. أصلها سألتني عن عناوين وأسماء دكاترة، وانا الحقيقة ذاكرتي بتفوت. طنط حضرتك مخبية حاجة عننا مش كده؟ هخبي ايه بس يا شهد؟ لو انا عارفة هي فين يا حبيبتي، ايه اللي هيخليني بس اسيب شغلي وحالي ومحتاج واجي معاكوا عشان اطمن عليها؟ اخبارها يا دكتور؟ لسه بغيبوبة. غيبوبة؟ لا اطمن، هي غيبوبة مؤقتة بس اجهزتها كلها شغالة بكفاءة. عايزين نسأل في عرفة ليه؟ اوي تحت امرك. بس لو سمحتوا من غير كلام، انا عايزها تفوق لوحدها. يا ريت الاستاذ مع ساعتك لوحده. اتفضل. اتفضل. هي؟ ايوه هي. ايوه. بجد؟ لقيتوها؟ فين؟ مستشفى؟ مستشفى ايه وريني؟ الو؟ ماما مالها فيها ايه؟ يعني هي كويسة؟ طب لما هي كويسه وديتوها المستشفى ليه؟ مش ناقص اللي بتعمليه ده يا سهل. الو فين المستشفى دي؟ ايوه ها اوكي 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 باي. عرفتي العنوان؟ ايوه بس انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا ده يا طنط. معلش يا حبيبتي، غمه وتزول ان شاء الله. الحمد لله ان احنا اطمنا، اصلها كل يوم تطلع لنا بحكايه وروايه. ايه يا عمته ده، احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ انا قلبي عليها وعليك، وفي ايه؟ يو يا عمته مش وقته الكلام ده خالص. هنعمل ايه دلوقتي يا شاهد؟ لسه هتسالي. يلا روح لها. يلا يلا يلا. ايه ده؟ انتوا هتسيبوني لوحدي؟ ما تستنوا خدوني معاكم اشوف اخرتها ايه. اوعي. انا بتجنن من الاخبار اللي بتنوعيه دي. احنا مالنا ومال ان فلان على علاقه بفلانة؟ ايه الكلام الفارغ وشغل الاثاره ده؟ برميه في اي حته ميت. ابعت للصحف اللي عمل الخبر ده. زوجة السفير عين ييم تدعى فيه عين منذ أمس الأول إلى أن ألقى رجال المباحث القبض عليها في وقت الدجال. صباح الخير. صباح الخير يا ايام. بقول لك ايه، مين مصدر الخبر ده؟ محضر الشرطه يا فندم. مش دي مرات عزيز المصري؟ ايوه استاذ منير. طب لو سمحت هنأجل الخبر ده شويه. استاذ منير الخبر ده صحيح؟ انا عارف انه صحيح، انا مش بشكك في صحته، بس اعراض الناس وسمعتها تستحق مننا ان احنا نتروى شويه، ما نستعجلش ان احنا نفضحها، مش كده؟ اتفضل يا ايام. تحت امر حضرتك يا فندم، على اذن حضرتك. ازيك يا عزيز؟ ايه الخبر المزعج اللي انا سمعته ده؟ ايوه انت عرفت منين؟ خبر وهتنشره؟ ها؟
يعني ما دام وصل لكم يبقى وصل لجميع الجرايد. ايه؟ اطمن ازاي بس؟ احنا دلوقتي في المستشفى. في ايه؟ اطمنوا يا جماعه، الحكايه بسيطه، مجرد ما نثبت شخصيتها الموضوع هينتهي خالص. هي الحكايه فيها موضوع كمان. استني لما نشوف راحت فين. راحت الزهر يا استاذ. زهر؟ انا قلبي كان حاسس بكده. يعني حضرتك انت عارفه؟ هي ابتدت تفوق دلوقتي، حضرتك تقدر تشوفها. طيب. واحنا يا جماعه كلكم هتشوفوها بس مش دلوقتي، حاله المريضه ما تسمحش. انا هدخلها ونحصل وانا مش كده يا سلمى، نسمع كلام الدكتور. الله بعد اذنكم انا هروح اطمن عليك. اتفضل اتفضل. هي ما يجيش من وراها غير المصايب. عم عمته ايه كمان صار؟ هي حصلت؟ هو ده اللي حضرتك كنتي مخبيه مش كده؟ اصل ما كنتش يعني متصوره انها ممكن تعمل كده. ليه ده كله بس يا ماما؟ هتدخل لها، عايزك تحاول انك تتعامل معاها بهدوء شديد جدا، عايزك تستقبل منها اي رد فعل بشكل طبيعي مهما كان، بمنتهى الهدوء، مش عايزك تزعجها خالص. باختصار عايزك تطمنها، الحالة اللي عندها حالة غريبة. ايوه حالة ايه بالظبط؟ الحمد لله على السلامة فريدة. مالك فريدة؟ بتبصي لي كده ليه؟ أستاذ عزيز أنا مش فريدة. إيه؟ أهلا مساء الخير. أهلا 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 منير، إزي حضرتك؟ إزيك؟ أمال عزيز فين؟ موجود عندها جوه. اهدي اهدي يا حبيبتي، انا عارف ان اللي حصل لك ده مش قليل، بس صدقيني الدكتور طمني. انا مش طفله ولا مجنونه عشان تعاملني بالشكل ده، ولا عيانه عشان استنى راي الدكتور. فريده ارجوكي، انا تعبت انا تعبت، اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله عشان ارضيكي بس؟ قلت لك انا مش فريده. يا ستي اختاري الاسم اللي يريحك، المهم انت تبقي كويسه. انت ليه بتعاملني على اني مجنونه؟ علشان اللي انت بتعمليه ده جنان رسمي. انا اسف للدرجه دي؟ انا مش فاهمه حاجه يا حبيبتي. انت ما انتش فاكره بس، وده طبيعي، الدكاتره قالوا لي ان ده ممكن يحصل. انا مش ناسيه، انا فاكره كويس انا مين وكنت فين وايه اللي حصل. انا فاكره كويس. انا انت يا حبيبتي تعبانه محتاجه ترتاحي. طيب لو انا زي ما انت بتقول فريدة، فين فرح اختي؟ فرح اختك؟ انت عمرك ما كان ليك اخوات. لا انا مش قادره، لازم ادخلها دلوقتي حالا. اخش لها ولا ايه؟ طب اصبروا شويه يا حبايبي. الله ما تسيبوا البنات على راحتهم. هو الدكتور منع عن الزياره؟ لا بس قال يعني شويه شويه، بيقول انها في حاله ما تتحملش اي ضغط. طيب خلاص يا بنات، بيتهيألي الافضل ان احنا نستنى شويه. ما ينفعش. يلا بناتك واقفين على رجلهم بره من امبارح، لو سمعوا حاجه من الكلام اللي بتقوليه ده ممكن يروحوا فيها يا فريده. انا مش ماما ماما حبيبتي ماما انا سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا ماما. الف سلامة عليك. ايه حاسه في حاجه وجعاكي؟ هي ماما مالك؟ في ايه حبيبتي؟ وحشتيني قوي يا ماما. مالك يا ماما ما بتتكلميش ليه؟ حبيبتي يا ماما. مالك يا اخويا؟ في ايه؟ مش الدكتور طمنا عليها؟ في حاجه تاني؟ طيب خلاص انا في المستشفى مستنيك دلوقتي. مع السلامه. مع السلامه. في حاجة يا عصام؟ لا ده الضابط كان بيكلمني عشان يقفل المحضر. هو فين؟ جاي في الطريق. طبعا الجرايد كلها بكرة هتكتب.
ممكن يا عزيز تهدد التوتر اللي فيك ده شوية على الأقل عشان خاطر البنات، وبعدين ما تقلقش مفيش خبر هيوصل. ازاي بس يا منير؟ يا عم مالكش دعوة، سيبها لي أنا هتصرف. نتباليهم بسرعة بسرعة. باين عليها اتجننة. هما طلعوا خلاص. بس يلا يا بنتي الحقنا. بس خليك ريلاكس، هما طلعوا خلاص. ماما مالها يا بابا؟ اللي هي فيه ده مش عاية. بابا دي مش طايقة تسمع صوتنا ولا حتى لمسة ايدينا. كفاية سيب ابوكوا في اللي هو فيه، كفاية اللي جراله. فريدة بقالها فترة طويلة فيها حاجة مش طبيعية. هيكون فيها ايه بس؟ اكيد حضرتك عارف يا بابا. رد علينا يا بابا. يا بابا رد من فضلك. في ايه؟ استاذ عزيز عايزين حضرتك في مكتب المدير يا فندم. اهلا 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 عزيز بيه. معقول سعادتك عندنا واحنا ما نعرفش؟ ده كلام برضه؟ هو في حاجه يا فندم؟ لا ابدا، المهم سلامه الهانم. بس حضره الضابط كان عايز يقفل المحضر. اتفضل حضرتك. حاضر. سعادتك. اتفضل. ازيك يا عمر بيه؟ اهلا يا عصام بيه. ممكن سعادتك تمضي لي هنا؟ ايه ده؟ المحضر يا خالي. ايوه حبيبي انا عارف انه محضر، بس في ايه يا المحضر؟ ابدا، حضرتك هتمضيلي على استلام المدام وتقر انها مراتك، خصوصا يعني وان التحقيق اوصب وضعها في مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه في حاله عدم الاستدلال على اهلها. ليه يعني؟ يعني اللي شكوا في قواها العقليه. ممكن بعد اذنك اشوف التقرير ده؟ الحقنة اللي خدتها هتنايمها لحد بكرة الصبح، وإن شاء الله هتبقى كويسة، وبإذن الله يومين بالكثير وهتخرج، وبعد شوية هينقلوها على أوضة تانية. طيب يعني عادتنا دلوقتي ملهاش أي لازمة. أنا مش هقدر أمشي وأسيب ماما كده أبداً. هروحي أنت عشان خاطر يوسف، أنا هفضل معايا. محدش هيفضل هنا، تقدري تبقي تيجي تطمني عليها بالليل، هي خلاص نايمة دلوقتي. اللهم أمال عزيز أخويا فين؟ سبته ليه يا صاحبي؟ الأستاذ منير خده عشان يخليه يفك شوية من اللي هو فيه. طيب يلا بينا بقى على الأقل يعني نطمن على يوسف. ما اقول لك كلنا هنمشي كده ونسيبها لوحدها؟ انا قاعده يا شهد. هو انا معايا. يا سلام، يعني كلكم اللي هتفضلوا وانا الوحيده اللي همشي؟ يا حبيبتي روحي انت واختك وتعالوا بالليل، انا مفيش ورايا حاجه. وشغلك؟ عندي اللي يمشي، انا بروح البوتيك من زهقي. بقول لك يا عزيز، ما تيجي نكلم ابو عمير، هو الوحيد اللي يقدر يخرجك من المود اللي انت فيه ده. اعمل اللي انت عايزه يا منير، اما ما فيهاش دماغ افكر. هي ايه الحكايه يا عزيز؟ حكايه ايه؟ فريده هانم يعني بقت لغز، كل يوم بيزيد تعقيد باللي بيحصل. وانا دماغي هتشت من شويه يا منير. طيب ما توديها لطبيب نفسنا تاني؟ بقول لك ايه؟ ما اتكلموا بقى ميرا، خلينا نعمل اي حاجه يا اخي. طمنيني يا حبيبتي، الهانم عامله ايه؟ الحمد لله يا دادا، طمنيني. ايه يا شهد؟ ما كنتيش قادره تستني لغايه يعني لما اركن العربيه؟ طمنيني يا دادا، يوسف عامل ايه؟ الحمد لله نام من بدري. والله يعني ما عيطش؟ لا عيط شويه وبعدين سكت، اصل انا اديته من اللبن اللي انت سبتهولي. بس بقول لك ايه؟ لازم ترضعيه من صدرك. طيب طيب، المهم حضري لي شنطه لماما فيها غيارين، واحد خروج واحد نوم، اوكي؟ حاضر. ده ممكن تقولي فنجان قهوه لو سمحتي؟ طب مش لما تتعشوا الاول؟ لا لا انا محتاج القهوه اكتر دلوقتي. والله العظيم يا رب. راح فين ده؟ دوري على ايه؟ اخيرا. هتكلمي مين يا شهد؟ ايوه سلمى، ايه الاخبار؟ لسه نايمه ها؟ ايوه حبيبتي طبعا جايه لك، انا هطمن على يوسف واجي على طول.
طيب طيب اوكي يلا باي. شهد جراي بكلمك وما بترديش عليا وخليتي شكلي زي الزفت قدام الدادة، في ايه؟ اطمن على يوسف. في ايه يا شهد؟ بتعملي كده ليه؟ كل ده علشان قلت لك تعالي نطمن على الولد؟ اكيد مش هنتخانق ويوسف نايم، واكيد مش كل شويه هيحصل ما بيننا سوء تفاهم. يعني هو معقول انك تخليني اسيب ماما وهي في الحاله دي؟ احنا اللي هنقوله هنعيده. على فكره انا مشيت بس عشان ما احرجكش قدامهم، انا عارفه انت بتعمل كده ليه، فخليني ساكته احسن. هكون بعمل كده ليه يعني؟ انت ليه مش عايزه تصدقي ان انا ما بكرهاش؟ بس ما بتحبهاش. افهميني، انا صعبان عليا ابوكي، مخليها يسيب شغله وحياته وعينيه في وسط راسه، كل ده عشان ايه؟ يا عمر ممكن يكون هما الاتنين في بينهم حاجه واحنا اللي مش حاسينها. تقوم تروح زار ست، لو حست انها منسيه ممكن تعمل اي حاجه. وعمير اتاخر يا عزيز. هو وصل. لا مؤاخذه يا جماعه اتاخرت عليكم. عادتك ولا هتشتريها؟ مالك فيك ايه؟ مفيش، انا كله بيميل، مفيش حاجه معدوله. على فكره كان اختيار موفق جدا ان انا اجي لك انا ومنير. بقول لك ايه، انا مش عايز تريقه بقى. الله سيبكم مني. ها عايزين تروحوا فين؟ واحنا بنجي لك غير لو ما احناش عارفين عايزين نروح فين. طب يلا بينا على وادي النسيان. إيه؟ تعالى هنا بس. ايه ده وادي النسيان؟ وادي النسيان يا سيدي. ايوه يا سيدي. ايه وادي النسيان ده؟ الله مستعجلين على رزقكم ليه؟ قال يا خبر بفلوس بعد نص ساعه يبقى ببلاش. يلا بينا. يلا يا سيدي نص ساعه ببلاش. يا ابني يا قلب امك، انت نايم بهدومك، اعمل ايه دلوقتي؟ اصحي ولا اسيبه نايم؟ هو قال لي صحيني عشان الشغل. اصحي؟ تعملي ايه يا سوسن؟ تعملي ايه يا سوسن؟ والله ما انا عارفه. اسيبه نايم يريح جسمه. ايوه بس الشغل مهم برضه. اه ما هم لو عزوه في الشغل هيطلبوه في التليفون، وساعة ما يطلبوه أصحيه وهدي زي دي. ما خلاص صحيت يا أم، صحيت خلاص. إيه ده؟ يكونش النور صحك؟ لا يا حبيبتي النور إيه؟ كفاية صوتك الجميل ده عليا. يبقى صحيتك غصب عني. ولا يهمك يا حبيبتي، أنا كده كده كان لازم أصحى. يا ده مايا ده، أنت ما لحقتش تغير هدومك. كنت هلكان، أما صدقت لقيت السرير هجمت عليه. طبعًا الله يكون في عونك يا ضنايا. واقف على حيلك طول الليل وجري هنا وهناك ورا المجنونه دي. مجنونه مين؟ مرات خيالك. هو في حد تعبنا ومحيرنا غيرها؟ يا ستي حرام عليكي، الست تعبانه. زار تروح زار زار يا عالم. ايه ما فكرتش في سمعه بناتها؟ ما فكرتش في اسم جوزها وسمعته؟ ده سفير مش غفير يا عالم. هي فاكره نفسها متجوزه غفير؟ على فكره الست دي عقلها فوت خلاص. صحيح، اللي يخلي واحدة زي مدام فريدة دي تعمل زار أو تروح زار اللي عملته ده؟ مع إن يعني الست دي مثقفة. لا لا لا، أنا مش قادر أصدق اللي بيحصل ده. الحكاية دي أكيد فيها سر. ولا سر ولا حاجة، في مثل بيقول اللي معاه قرش محيره يجيب حمامه ويطيره. ما أنا بقول لك عقلها فوت خلاص. ربنا يشفيها بقى. لا قول لي يا عصام، مفيش حد من أصحابك الظباط اللي قبضوا عليها قال لك أي حاجة؟ معرفتش تدهبس كده عشان تعرف مين كان معاها، راحت هناك ازاي، عرفت الطريق منين؟ التحقيق مش باين فيه اي حاجه لان كل كلامها غريب. غريب؟ غريب ازاي؟ انكرت كل حاجه،
حتى اسمها انكرته. قالت انها راحت بورسعيد وحاجات غريبه كده، لدرجه ان وكيل النيابه كان عايز يحولها مصحه، بس الحمد لله ربنا ستر وروحنا في الوقت المناسب. بورسعيد وبعدين؟ مفيش، سوينا الموضوع والحكايه عدت الحمد لله. الست دي مسكينه قوي، ادعي لها ربنا يشفيها. ربنا يستر. اللي انا مش قادر افهمه بقى هو خالي عزيز، مش عارف اذا كان زعلان عليها ولا زعلان من اللي عملته ولا ايه الحكايه بالظبط. ايه مالك اتوترتي فجاه كده ليه؟ وانا ايه اللي هيوترني؟ شايفني بقرقط في صوابعي ولا بقطع في شعر؟ على عصام برضو ده، انا بص في عينيكي كده افهم عايزه تقولي ايه من غير ما تتكلمي. ده انت تربيت ايديا يا ام عصام. على العموم انا عارف انت مالك. عارف ايه؟ مع انك مش طايقاها بس هي صعبانه عليكي. انا عارف قلبك كويس قوي، ما يهونش عليه يشوف اي حد في المنظر ده حتى لو كنت بتكرهيه. صح ولا انا غلطان؟ انا هروح احضر لك العشاء لحد ما تغير هدومك. هنا بقى برمي الدنيا ورا ظهري، بنسى نفسي وباخد نفسي. يا ابني ليه يا ابو عميره لحته مكان دماغ بجد؟ جبته ازاي ده؟ بس اقول لك يا سيد مش شبك. عارف يا منير؟ ايوه. كل واحد في الدنيا دي متمزع 100 شكل و100 وش و100 حال. مجنون اللي يبقى فاكر نفسه عارف هو مين فيهم بالظبط.